هذا يسأل يقول: اعتكاف المسجد الحرام في المسجد النبوي. هذا كلام أعجمي ما أفهمه الحين. أنا أقول الاعتكاف مشروع في شهر رمضان خاصة، وهو مشروع أيضا في كل السنة، في كل الشهور. الاعتكاف عبادة، وهو المكث في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، اللبث في المسجد من أجل عبادة الله، هذا هو الاعتكاف، وهو مستحب وعبادة عظيمة. والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ومن بعده الاعتكاف في المسجد النبوي. فالاعتكاف في المسجدين، المسجد الأقصى المسجد الكلا، فالاعتكاف مشروع في كل المساجد، في كل مساجد المسلمين في الأرض كلها محل للاعتكاف، ولكن في المساجد الثلاثة أفضل، المساجد الثلاثة أفضل من غيرها.